نحن بمتوسطة الشهيد قدور عبد القادر المتواجدة بإحدى مناطق الظل بدائرة بوفاريك. كاميرا وكالة الأنباء الجزائرية انتقلت للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمتوسطة. هنا القناع الواقي إجباري وتطهير الأيدي أمام باب الدخول ضروري وقياس حرارة كل تلميذ حتمي. فتحت متوسطة قدور عبد القادر أبوابها للتلاميذ المترشحين لشهادة التعليم المتوسط، حيث تكاتفت الجهود من طرف الطاقم التربوي والطاقم الإداري والطاقم المهني لإنجاح هذه الدورة الخاصة بمراجعة والمذاكرة، حيث كانت هذه المراجعة والمذاكرة مخصصة لكافة المواد التعليمية. كل شيء مرتب هنا، فبعد التحاق التلاميذ بأقسامهم يجد كل تلميذ طاولته الخاصة، والعدد الإجمالي في القسم لا يتجاوز 15 تلميذ. دخلنا مع الأول كنا خايفين من الأساتذة، استقبلونا بكل أريحية مع الطاقم الإداري اللي قام بعدة إجراءات باش يخفف التوتر على التلاميذ، كما قام بالعديد من تطهيرات وتعقيمات الأخر باش ما لكي لا التلميذ ما يخافش على كورونا وينساها قليلا في أيامه. أما بالنسبة للمراجعات والأخر فالأساتذة قاموا بواجبهم. برنامج دقيق تم تصديره، فبعد الحصص التدعيمية التي يتلقاها هؤلاء التلاميذ يتم نقلهم لقاعة خاصة لتبدأ مرحلة هامة رفقة مستشاري التوجيه. أول حاجة نديروها كانت مديرية التربية دارت إنتاج تاع فيديو حول الإجراءات الوقائية في حالة في المراكز تاع الإجراء، فاحنا قبل كل شيء نهضروا لهم على هذه الإجراءات باش التلميذ يكون مهيئ مقبل الإجراءات اللي ماشي معتادين عليها في السنوات السابقة. من بعد ننتقل لمرحلة تاع التحضير النفسي ولا التكفل النفسي اللي هي كيفية احتواء القلق تاعهم والخوف تاعهم قبل أثناء وبعد الامتحان، يعني حيكون فيه تحفيز، حيكون فيه تشجيع، حيكون فيه تثمين للمجهودات اللي قاموا بها طول السنة، يعني حيكون تقليص للإشكاليات اللي هم يشوفوا فيها بهذا الشكل، أنه حيخاف ما يجيوش الباك ولا حتكون الأسئلة والإشاعات اللي انتشرت في الآونة الأخيرة، فإحنا يكون مهمة تاعنا احتواء لكل هذه الأمور. احتياطة صحية وتعامل إداري صارم، والغاية حماية الأسرة التربوية من فيروس كورونا لضمان عودة آمنة للجميع.